مين امك ومين ابوك يا جابر؟ لقيت نفسي في الجبل وامي هزيله جاري. اول ما عرفت اسال سالت عن ابوي، قالت لي مات، كان في طريقه للحج ومات، دفنته وحديها في الجبل. اول ما رجلي شلتني نزلت ادور على وكل وشرب ليا ولامي، لكن الناس شحيحه والجبل قاسي واليتم شديد ومحدش هيديك حاجه بالرضا. بقيت اسرق اللي يكفيني ويكفيها. هي زادت الوكل وكانت تقول لي شبعانه شبعانه ببصيتي فيك يا جابر. ماتت ودفنتها في الجبل، ومن ساعتها الجبل امي وابوي براه احس باليد. قتلت حد؟ مره واحده واحد سب عرض امي، قال لي والدي الزنا هو اللي يعيش مطرود، قتلته وما ندمتش. استغفر ربنا يا جابر، استغفر ربنا وهو يسامحك. استغفر الله العظيم. تعرف تصلي يا جابر؟ بص، انا امي علمتني الفاتحه، كنت اشوفها قاعده تقراها وهي مش قادره تقوم، وبعد ما دفنتها كنت اقعد على حيلي واقرا الفاتحه وفاكر ان هي دي الصلاه، لحد ما قطعت الطريق على راجل كبير شكله شيخ وخدته عندي الجبل وقلت له هسيبك لحال سبيلك لو علمتني الصلاه. الراجل بقى يبص لي وهو مستغرب، مال الصلاه ومال قاطع الطريق. المهم علمني، وهو ماشي قلت له يا عم الشيخ ادعي لي، قال لي يا ولدي روح ربنا يبدل حالك. وبعدها شفت ليلى. بص، احنا نقوم نصلي وبعدها تحكي لي عن حبيبك وانا احكي لك عن حبيبي وتغني لحد الفجر. قوم. افهمك يا اسماعيل، دلوقتي احنا بعتنا ورق وراح وخدنا فلوس زيت زيت، لما رجعنا دفتني طلع لينا حبوب. اعتبرنا السلفة دي تعويض، قلنا لهم مالكوش عندنا حاجة. حصل فكرة هم يعني على حسب. يا مرحبا يا مرحبا. على حسب. لأنك الكبير وقاعد على البلد والأمر كله في يدك، في الأول هيستعمل المراسيل والسياسة. تمام، وبعدين ما لقيوش حق ولا باطل. ما لقيوش حق ولا باطل. ساعتها عندهم ورق عليه ختمك، هيحكموا حد من طرفهم يكون ليه دلال عليه. كل ده في حدود العقل، في حدود الجنان. يعملوا ايه؟ محدش عارف. من اول انهم يبعتوا حد ياخد برديس بالعافيه لحد النهب والسلاح. خلينا خطوه خطوه. انا اكيد الجنان هيبقى بعد العقل ما يفض. المفروض هم في يدهم الورقه المختومه اللي بعتناها مع عيسى وبولس. تمام، هي دي الخازوق. عاوزها. عاوزها كيف؟ مين جيبها لي من قصر ابراهيم بيبها؟ مين؟ ده موال يا همام، تاجي كيف؟ عاوزهم اول ما يشيعوا حد اقول له تاجي الورقه اسدد اللي علي. مفيش ورقه مفيش سداد. ايوه بس كيف؟ كل باب وليه مفتاح. المهم يقول لي انت مالك؟ مالي مالي كيف؟ ماليش يا راجل، ده انا عاجره قلبك قبل عينيك. ليلى همام، هو دي اللي تعبك؟ زمان لما ضربتها يدي ورمت وفضلت وجعاني كتير. ولما قلبك اطرى من الفطيار عتضربها ليه يا تغف؟ فورت دم وخالفتني. تفتكر يا اسماعيل بنت اسماعيل الهواري هتعشق؟ امال ايه بس؟ ما هو انا ما فاهمش.
بنتك عمرها ما طلعت من بيتكم. يوم ما طلعت شافت راجل صح جبار راجل ملهوش عازة وعرفت الفرق. بنتك حبت الراجل اللي شافته أيا كان، مش كان جابر ولا غيره. والعمل طيب؟ العمل عمل ربنا. شوف يا أبو عمو، ديها صرفة. رفضت كل الناس تاخد اللي عجبها. كيف؟ انت عتفور دمي؟ عايز تجوزها للي مالوش أصل؟ واه يا إسماعيل، وانت هواري أكتر مني. لو في حد في البدنة دي هيتمسك بالعرف يبقى أنا، وأنا اللي أمر الناس تعمل بيه. جابر مين ده اللي ياخد بيتنا؟ أنا سايبه بس عشان ليه عوزة عندي، لكن بيتنا ما ياخدهاش غير اللي من لحمنا بس تكون عاوزاه. إبراهيم، ورد اليمن ما بيجيتش تقعد وسطينا. أنا عارفة لها كل يوم في حال. صالحة، اللي ربى خير من اشتري، إيه اللي حصل؟ حسة نبح معاها يا همام. تعالي يا بنتي اقعدي جاري، نتكلموا مع بعض، نسلوا بعضينا. أنا قاعدة مع ولدي، أنا راسي وجعاني. طب أنت حرة، هقعد اتحايل على بنات الناس عشان يعبروني؟ سبتها. بصي يا همام، ورد اليمن من يوم ما خلفت وهي عاوزه تدي الكل بالمركوب، وانا مش حمل تهزيق على قبر. كتر خيرك يا صالحه، استحملتينها كلنا. يعني هي قالت لك كلام عفش؟ لا، بس هي عايزه تقعد لوحدها، مش طايقه حد. البيت الطويل العريض ده داج عليها. اتحدد معاها ما تردش، اقعد جنبها تقوم وتسيبني. قلت خلاص سيبيها تتجلع براحتها. عاقله يا صلاح، طول عمرك عاقله. يا مال الحكايه، قاعده بقعتك على طول ليه؟ مين زعل؟ ما واخداش راحتي، هيتعدى علي النفس والكلمه واللجمه. مين اللي هيعد عليكي ده؟ انا ما ينفعنيش كده، ابقى واخده اكبر راس في البلد واتحبس في قاعه انا وولدي ليه؟ يرضي مين؟ لا، ما يرضيش حد. مين اللي حبسك؟ دق عليك البيت؟ ايوه ده.